أعزائي المشاهدين، نولي مزيد من التفاصيل أيضا حول حالة عدم الاستقرار في الجو. ينضم إلينا من غرفة العمليات بوزارة الداخلية المقدم عبد الله الدوسري. أستاذ عبد الله، ممكن تخبرنا عن استعداداتكم لأمطار 2019؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص تغير الاحوال الجويه وحاله الطقس في دوله الكويت، طبعا حاليا تشهد دوله الكويت امطار خير وبركه لله الحمد، خاصه في الفترات اللي فاتت خلال الساعتين او ثلاث ساعات اللي فاتت، في خاصه في شمال الكويت وغرب الكويت. حاليا الاستعدادات والاجراءات الامنيه تقوم فيها الإدارة العامة المركزية للعمليات للتنسيق ما بين إدارات وزارة الداخلية اللي هي الدفاع المدني وشرطة النجدة والإدارة العامة للمرور وقطاع الأمن العام للتنسيق ما بينهم، أيضا تنسيق أيضا مع الجهات الخارجية اللي هي الإدارة العامة للطوارئ الطبية والإدارة العامة للإطفاء، بلدية الكويت وزارة الأشغال وهيئة الطرق وأيضا وزارة الكهرباء والماء. بأي تغير طارئ او اي تغير في حاله الجو، لا للامانه لم نشهد بلاغات يعني جسيمه خاصه في الامطار اللي فاتت. نشكر لجميع القائمين في وزارة الداخلية وأيضا جميع قطاعات الدولة. الاستعدادات أيضا واضحة خلال الفترة الماضية من خلال النقل الحي والمباشر لاستعداداتكم لأمطار 2019. كل الشكر لك مقدم عبد الله على هذا الاتصال.